يا عيال يا الجو لطيف والله ان الجو لطيف وين هذا اللي يعوض وين نومه بدري الساعه 3 اليوم يلا ذا المره 4 طيب لبي كم البرد يا لبي ودي مطها طيب لبي ارحب ارحب الله يبقيك ها يا سالم والله ما رحت اليوم المعرض يا ابيه والله لنا في الجو كوفو والله الجو مو بجو بلوتي اذا تبون سوالف بجو الجو جو سوال ولا هو باي سوال بعد صرحات ولا هم صرحات لا انت فهمتني خطا الجو سوال وفي قصيده وفي قصه في قصص وفي قصيده ودك تجلس لك مع انسان الان بالوضع هذا اللي احنا فيه قمر ونخل مشهد شعري ودك تجلس لك مع انسان مشتاق يفضل لك الله قد ها الله قد كتمه يغلق توكتي قال والله المشتاق لازم انه يفضل الكتمه لا تندح عشوة 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 من الديره عشوة من العرب ذاك الله يجزاهم خير ادري كيف عايشين وين ما الومهم الذبح عندهم هذا ايه جو حبيب القمر ذا الجو ذا انا لا ظهرت القمره احس اني حبيب وانا وانت ما تحب انا مو معقل آه كل انسان توقع انه لازم عندها حسيس واجد عندها حسيس طيب اي واحد يسمع شيء حلو وحب وكل يعني اي واحد يسمع انا احب اسمع قصص العاشقين واحب اسمع قصيد العاشقين واحب اسمع قصيد الغزل تونس طيب يعني سنات حزن ايه الحب الحقيقي يعني القلب فاضي الحب الحقيقي ما يحزن لا الحب الحقيقي تراه يجيك من طرف واحد اللي يحبون بعض اثنين ترى مو بحب ليه كذا عندي قاعده طيب هذا ذبحه لا من طرفين إيه؟ زين لا انا مش زين اشوف هذا كدا. انا اشوف ان هذا الحب من طرفين اشوف انه مستحيل لا فيه مستحيل فيه انا 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 اشوف اه والله فيه انا بالنسبه لي يا بهاج اشوف ان الحب من طرف واحد هو الحب الحقيقي
لا وهذا تعب يا ولد تعب اتعب نفسي تعب والله تعب نفسي لا والله ما ابي حد من طرفين يعني انت يا تشوف كذا الحب الصح من طرفين تحس انه من طرف واحد الحب الصح من طرف واحد طيب كذا تعذب كنت هذا الحب تعذب ويحب زياده يا اخي والله عن ام انا ابي الحياه الراحه بان الراحه ما ابي اشغل مخ لا من طرف واحد تتعب تتعب نفسيا والله تتعب اذا انت اذا كنت انت اللي تحب انت تحب الواحد بس اذا كان من طرفين حلو يزيل المشاعر المتبادله يزيل الفهم اللي بينك انت قوي انت تلقى طرفين الفهم لو زعلت لو زعلت وانت تحبك واحد زعلت ولا اعطاك وجه العن ام القابنه يا اخي هذا الحب من طرف واحد صح ولا ايه ها طيب مستانس كذا انت ايه مستانس مستانس كذا سؤال حتى لو اليوم اللي انت فيه فيك سعاده بس الموضوع هذا جاك اتعب يا اخي هو انت يقول. انت انا وقف انت تحب يعني لو تهتم في شخص والشخص هذا ما درى عنك ما هي مصيبه انا مصيبتين مصيبتين يا اخي بس هذا يقول انا اشوف انه هو الحب الصحيح هذا ما هو صحيح هذا انا هذا حب تاكل فيه تراب نعم انا احب لشخص بس منه ولا ادري وينه كذا انا احس ان قلبي فيه لا هذا شو يسمي هذا يقولك حب فاضي صح يعني تسمع اغاني حزينه وتحب وكذا متاثر بالاغاني متأثر والكلمات متأثر والحب متاثر من القمره ايه متاثر من شناس باغاني لا شيلات قصيد 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 احب القصيد الغزلي شيله غزليه كل القصيد لا لا هذا خمس هذا طقاعه ده صوت المطر لا لا ودي انا في بث وعندي عالم هون لا هذا هب هذا مو قصيد طيب وش القصيد اللي يومك تسمعه عطني تحس انك مقفل علاقه غزل غزل لا سمعته احب غزل تهيض قلبك احب غزل جدلان هو بس انت في قصيده سمعته تهيض صح ولا لا تحس انك تحب وانت ما تحب وانت ما تحب ها وش تحس بلحظات الحب ذي شلون انت ما تحب وش هي باب دافع الاشتياق الله باب دافع الاشتياق باب دافع الاشتياق انا ودي اعرف شنو اختار ها عن باب دافع الاشتياق اختره واللي تبي من اختر سبة تصادم الأوادم دافع الاشتياق يعني أنا اشتكت لك وتصادمت كلك سبة دافع سبة تصادم الأوادم دافع الاشتياق تصادم الأوادم لا تصادم ما أدري دافع عن الاشتياق صدمت دافع عن الاشتياق بعدها ممكن والله لاني بناقد شعري ولاني بشاعر ولا لا بس إنها يعني تفهم ممكن يا معذبك يا معذبك وأنت تهب حتى مع الإنسان شوف وصف الشاعر يا معذبك وانت تهب حتى مع الانسام ويا مكساك وانت تغرب الشخص في بلاده يجي طريق يجي لي وانا بين اهلي وربعي ولا اني بحس اني بينهم الله بحس اني غريب اوف يا شيخ يا صدق بقعد جالس كذا وجا طريق يا معذبك وانت تهب حتى مع الانسام ويا مكساك وانت تغرب الشخص في بلاده تحس بالقصيد الهام قصيدي شعور معرف وش هي أبعاد كتبت ملأت الأرض شعر وله وهيام وشن هو الوله وشن هو الهيام شوق الشعر الهيام ما خلاص ما عاد لك حيلة ولا عاد لك قدرة على شيء هذا الهيام والوله شوق الشوق والهان عليك أبيك وش أفقام بس ما لي لا قدرة ولا حيلة أنا ما أحب الحب يا الربع ترى ولا لي لا قدرة ولا حيلة أنا هذه درجاتها أنا مستقعد من درجات الحب أنا ما أحب الحب صراحة بس أحب أحسر فيه تحب تسمع سؤاله؟ أحب أسمع سؤاله أنا أحب الشيء الزين اللي يونس الخاطر اللي يونس الخاطر سواء قصيد سواء سواله تونس وتطرب أحب تبعد لي الغم اللي أنت فيه إيه؟ زي إحنا دحين إحنا وش إحنا فيه دحين ها؟ نبي شيء يبعد عن هذا إيه لا أحي يا أخي لازم الله يعين هذا الدنيا ابن آدم شوف ليه؟ لو فكر ابن آدم ضعيف ابن آدم علي الحرام حرم دمي يا عيال سبحان الله يا ولد طمع ملعون حروث لو وجه مليون قال أبي ثلاثة مليون أنا يا بهاج لو سألتني قبل ثلاث سنوات تقول وش ودك يا بهاج أقول أجل أبي لي 25,000 ولا 30,000 أدخل بها سوق أبيع وشري فيه راضي ولا أفتح لي محل أبي أفتح لي محل وداوم فيه وينجح وينجح بس ولا بيش ما حد يقنع شوف ذاك هي القناعة لا كسبت القناعة رزقك الله بالقناعة ترى كسبت كل شيء
كنز بس نفس طريقتي انا جاني مره مبلغ وقدره 250,000 كنت اتمنى 100,000 مين اتمنى جاني 250 ولا استفدت منها اي حاجه ضاعت ضاع راح 250,000 200 بالله خلي خدك ملكت انت والله اللي خلص في بيدي ملكها وضاعت علي ولا حاجه وعقبها المبلغ الاخير ما ودي اتكلم به 890,000 ولا حاجه ولا شيء ولا حاجه كيف ولا حاجه زهمني سوء تدبير لا ايه سوء تدبير سبت حاجه بسيطه بس انا بعلمكم بالصدق ولا بالنغبيه كنت البارح في محلي هي ايش اسمها فندر في فندر جاني ولد صغير واشوف الولد طول الليل واقف واقف والناس عندي زحمه فل ف دائما انا نادي الورع عن الصغار ليش يشوف يطالعني وكذا قلت عليه ابوك صور معي فناديت الورع قلت تعال عليه ابوك انت بتصور معي تعال قال انا بيك براسك قلت ايش تبي قلبك وفيه خجل وفيه كنت ابشر تعال ادخل علي داخل المحل المهم دخل علي في المحل ف وجه الولد الولد صغير يمكن عمره 10 11 اقل مكلماني بسم الله عليه بسم الله على قلبه الله يخليه له وجهه متقطع مره مره وجه الرجال فدريت انا عنده المهم شو اللي مكلمني قال أنا مرسلتني أمي ومن ذا الكلام وحنا عندنا ظروف وعندنا 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 كنت أصبر 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 لا عاد خلاص أسكفك المهم ناديت خالي وناديت ناصر قلت الربع والدتك وينها قال موجودة المهم قلت خلاص تروح من العيال دولة روح نادي لي والدتك خلوكم برا عنده موتري بجيكم لا توجه هناك تعلم قال خلاص المهم يوم اجي الا خالي ناداني قال خلاص انا والدة الطفل والطفل موجود معي تعال رحت يلا حيد البنت يا مرحبا يا خالة كيف حالك اساس طيبة يا مرحبا يا ابو محمد كيف حالك طيب ولا هلا الظروف الاوراق معك الاوراق معي موجودة معك الاوراق المهم يا ابو محمد الظروف حكمتنا والظروف والظروف وانا عندي ما يثبت ذلك يمك وانا عيل الورعان ذولا كلهم وكلام 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 طلعت لي الاوراق فعادي الموضوع طبيعي عليها دين وعليها خدمات فعلمت انا قلت تعال يا خاله يعني انا ما بيحسسها يعني وجول يا خالة أنت عليك دين أنا جوالي أقسم بالله يشهد علي الله أنا ما أجعني الموقف ذا ما أجعني الموقف ذا المهم فطلع يشهد علي الله وحطها في ذمة خالي وذمة ناصر أني طلعت جوالي لأجل أني أقنعكم وأقنعها وطلع جوالي قلت أنا يعني يا خالة وأدخل عم لحظة شوفي ذا كم يطلبني شوفي ذا يا خالة كم يطلبني شوفي ذا كم يطلبني أنا نفسك علي دين عادي أبشر بالخير أنا أعرف لي رجيل وابشري بالخير المهم كان الوالدة خنقتها العبرة قلت ابشري بالخير أنا معك في اللي تبينه ازهلي أنا كل بونا محتاجين كل إني يحتاج كل إني يصفقها منه يصفقها منه المهم إني روحت وكلمت لي ريجي ريجي ذول أنا أبيهم يخلصون الموضوع من تحت لتحت بدون يعني إن ننزلها وشي إيه حلو مبلغ بسيط وبغيت أنا يعني جاني أبو رحيم وسبعة عام جاني أحمد رحيم وقال بشي بسعدك أنا بقط معك جاني خالي قال بقط معك وجاني أنا بأدفع 200 أنا يبهج 200 ريال بس هاي كل من المهم أني رحت كلمت لي ناس يعني محمد رحم دائم يجوني في السبيسات ويجوني في كل مكان ويجوني في السناب ويجوني في الأماكن العامة وعندنا 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 وابشر بالسعد وحنا مع الناس وذاك ما روح يا الربع كلمه كيف الحال طيب والله بخير طبعا الثقه متبادله يعرفني واعرفه وش راك الوضع اللي هو رجل الاعمال ايه المهم
واخذ اعطي معه وعلمه بموضوعي وكذا. طبعا اتصال قال متى بتفتح سبيس؟ قلت كيف؟ قال متى بتفتح سبيس؟ قلت يا ود انا ماني فاتح سبيس الله يعافيك، انا والله اني دقيت عليك نبي نخلص الموضوع بدون سبيس. يكون بينك وبين الله. ايه نخلص الموضوع بدون سبيس. قال لي يدي كم المبلغ؟ وعلمت انا المبلغ. قال زين، قلت انا كلمت لي كذا رجال وانا صاد، كلمت فلان وكلمت فلان وكلمت فلان، كله وانا بنساعد في الموضوع وبنخلصه. قال انت يا ابو محمد شو يكلمك؟ قلت انت، انا عجل بس ابي اخلص الموضوع ذا لجنه ما يطول. اي طول ما بيطول، وما ضوحهم بسيط يعني الامور طيبه. ايش دين بسيط؟ والله بسيط والله. المهم تطولت الرجاء فتك لي سلام كيف الحال طيب. قال ابو محمد المعذره، انتوا لونكم فتحتوا سبيس وانا ما جيتكم. عاد علي ثاني مره، ما يدور الخير هذا يدور شيء. عاد علي ثاني مره، قلت يا ولد الله يرحم والديك انت، انا ما بي احنا ما عندنا لا نبي لا سبيس ولا بي غيره، احنا نبي الحين فزعت خلي السبيس يمسي. انت وش علمك؟ قال لا والله بس اني انا اشوف انه لو انك تفتح سبيس ترى بيخلص الموضوع بسرعة وانا عارف لي ريجيل وكذا بناديهم. قلت له والله السبيس ماني فاتحه. وقال لا عشان الناس تصدق ومدري ايش. قلت رجال عن مبلغ ايش اسمه يا رجال ايقاف الخدمات عندي من امر قضائي. امر قضائي عاه طع تصوير موجودين اسماء الناس ورقم الفاتوره كل عام طع. وش ولا تبي سبيس فيه 1000 قفلوها بيض الله وجيهكم الله ليهينك فلان شكرا لفلان. يحسبين اني باخذ الدرهم بحطها مع اخواتي يعني وش حل؟ انا بيعرف ايش تفسيره اني انا بحط فلوسك في مخباي بسرقك يا ولد ماني في حاجتك الله يعافيك. انا ما عرفتك الا قبل شهرين، تعرفنا ترى في تويتر وجه ما قبل وجه ما اعرفك ما تعرفني بس والله انك جيتني. قلت يا ولد اي ناس تعرفهم محتاجه ولا شيء الخير واجد انا اعرفه الله يعلم. بس انت يا ربي يحفظ لك الورع. ايه ما ابو ورع لك، هذاك رجال ورع على رقم رجع حكت الهله غيرت الهله فعله كلامه حتى يوم قدنا بنروح يمطش عمامته يعزم بعد رجع. بس انها الله يزينها الظروف ما عند جدف. ما شوف انت ذا الحين لو قد عندك اخوان اثنين متوفي، هم عندهم اثنين اخوان صار عليهم حال توفوا. ايه ما عندنا الولع ذا ترى والباقيين بنات. علمتني تقول ما عندي الاثنين توفوا قدمت دعاها هي اللي حاله دعاها بس دا اقسم بالله الدعوات اللي سمعتها ودي المبلغ انه في جيبي كامل والله اني اتمنى انا طبقه كامل. ادعى الحاله يكفي يا ولد دعوه اضرب العربي مصلحه ولد عبد الله بقاله يطلب وراي الخضره يطلب كل يطلبك ويتغني زقطق كل شيء اي والله. ودك الواوي اصقعك كتكب سبعه تعال جيب البلاط جيب ورقه واصقعها بسبعه سبعه صدقني ما يهين هلا بسبعه يلا تعال ثمانيه ما صار شيء الا الحين ما صار شيء زين حنا ما جبنا ورقه. لا معي الورقه. معك الاوراق معي وين موجود يا ربي اشهد اني لا اشهد ان بارك باقي معهم الربع يطردوا البيل وانت تقول اوراقهم باقي معي. لا والله معي يبشروا ورا بس ثلاث لا ما اعطنا وقت تقول اخت ولديك بتنحل باذن الله الله بيفرجها. ايه بيفرجها الله. نعم ما يبغى بيفرجها الله بس انه يعني زين والله والله شوف كل والله بيدد والله ما حد مرتاح كلنا عنده كلنا عنده كلنا 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 حتى اللي معه فلوس احنا بين رحنا ما مرتاح رحنا افضل مكان في ابها مساكنه منا. اي والله وش منه كل مستويه لو جينا في الصدق مستويه والله كلنا معه كلنا معه وجع اللي معه فلوس معه وجع. جاني واحد البارح يا عيا قدامي انا هو ناصر مفلح وعندي واحد داخل معي ما اعرفه والله بس
ايش كبير كبير. قال يا ابوك ما تعطيني من نية منا ذا ما تشله تعطيني اياه واعطيك اللي عندي. او بسم الله عليه. الله يكفينا شره. هي يشهد علي الله. الله يظلمني انظلمت. الله يكفينا شره. يوم سمعته ولد تعرف اللي جاني كذا ولد جاني تعرف اللي جاني كذا مساكني معطاني طا الله يكفينا شره. ولد ما روست اقول ميده يا ولد اذكر الله. انا طالعت كذا الرجال اللي جنبي يقول بس ما كان صدم الحين فلد عمي قلت ولد هو ايش قال؟ الله يكفينا شره. الله يكفينا شره خليه يروح. جزيره موجود يشهد علي الله عقبها علي. طيب انحشت يابا مع انه كبير عاقل الله يلعنه يا رجال. جاني رجال يقول لي عظمه هاجب الكريك يعطيني ملعقه. قلت ما تهضر. يقول ميدك. يقول ميدي بغيت اقول تعال يا ولد تعال بغيت اقول تعال شوف الوضع اللي احنا انت اللي ظلمته. سب الدنيا كل الكاميرا على الكاميرا انها زين. سسبني في الكاميرا كل شيء زين. يقول جاي اللي اعطاني بهاجب بالكريك يعطيه بالملعقه ما يدري ما معك حتى الملعقه. ايش الملعقه؟ يا عيال يا عيال اسمعوا يا اخي ما لا تغركم يا عيال. لا يغركم يا عيال. انا تراني صادق معكم. يا عيال انا بأ انا بأ انا بقول لكم شيء يا ري يجي لا يغركم. التصوير ترى انا يا بهاج بفتح الجوال بكا كا 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 وانا كذاب والله. انا مستحيل اني اطلع بث ابكي. ما هي صايره دي. ماني فاتحه ماني برافع السناب وانا ضايق والله. يحسبون ان المشهور عنده عنده عنده. قالوا اعطنا ورقه خلينا نعبرت بلا مشهور بلا جيتو اعطنا فرشه مو فرشه سجاده اصب لي. واو يوم تشرب لحالك ما بعطيك صدق صدقك وفره في جيبك. صادق والله العظيم اني صادق. ترى يا رب انا صادق معكم. اتكلم باسمي انا يا باهج. انا صادق مع الناس كل ابوها. انا اتوقع في مشاهير زي كذا اعبر بعد. في مشاهير اعبر ممكن توقع انت مشاهير نفسي مشاهير اي ما في مشهور صادق ما طالع بحقيقته ما مع شيء ما مع حاجه. طف البث طف يا عيال. يلا مع السلامه. احنا بنعبلك أحب قلوبكم تبع أنفسكم. والله إني أحبكم وبدعي لكم لين تموتون. يلا السلامة. يلا أحب قلوبكم.